المناعة بتعتبر خط الدفاع الأول في الجسم ضد العدوى والأمراض، وطفلك في المراحل الأولى من عمره بيحتاج منك الاهتمام بتقوية جهازه المناعي، وده من خلال بعض النصائح اللي هنعرضها عليكي في المقطع ده. الأكل الصحي اللي بيحتوي على القدر الكافي من البروتين والنشويات والدهون والفيتامينات من أهم العوامل اللي بتساعد على تقوية الجهاز المناعي لطفلك. علشان كده لازم نعود أطفالنا على تناول الفواكه والخضروات بمختلف أنواعها، وكمان الأسماك والبيض والألبان، وفي بعض الأطعمة ليها خصوصية في مجال تقوية المناعة، ومن أهمها الزبادي واللي بيحتوي على بعض أنواع البكتيريا المفيدة واللي كمان بتساعد في هضم وامتصاص الطعام وفي تحسين كفاءة جهاز المناعة بنسبة مش أقل من 19%. وبالنسبة للأطفال الرضع، فالرضاعة الطبيعية المنتظمة في الشهور الأولى جوهرية في تقوية مناعتهم، وده لأهمية لبن الأم في المراحل الأولى لاحتوائه على أجسام مضادة بتساهم في الدفاع عن جسم الطفل ضد كل مسببات وأنواع العدوى المرضية. حصول الطفل على القدر المطلوب من النوم خاصة أثناء الليل بيساهم في الحفاظ على حيوية مناعته، وده لأن كل الأدلة العلمية بتأكد أن النوم من أهم الأسباب لتقوية الجهاز المناعي عند الأطفال. بتمتلك الغالبية العظمى من دول العالم برامج للتطعيم الشامل للأطفال ضد العديد من الأمراض، والكثير من هذه التطعيمات بيكون إجباريا لتحقيق ما يعرف بالمناعة الشاملة. عدم إصابة طفل ما بالمرض مش بس بيحميه هو، إنما كمان بيقلل فرص إصابة كل اللي حواليه في المجتمع. فبننصحك بعدم الإهمال في إن طفلك بيحصل على التطعيمات الأساسية المناسبة لعمره في الوقت المناسب وبانتظام. في حالة مشاركة الوالدين للطفل في أي نشاط رياضي، ولو كان مجرد الجري أو التمشية أو ركوب الدراجة والمواظبة عليه، ده من أهم الحاجات اللي ممكن تفيد صحة الأطفال بشكل عام وقوة المناعة بشكل خاص. فبنأكد على عدم إهمال النشاط الرياضي لدى أطفالك. الحالة النفسية الجيدة بتقوي رد الفعل المناعي تجاه الميكروبات بمختلف أنواعها، وكمان اتجاه الخلايا السرطانية وغيرها من الأجسام الغريبة. فالضغط النفسي بيضعف المناعة وبيؤدي لإصابة الطفل بالمرض وإضعاف مناعته. إنك تدي طفلك مضادات حيوية بمجرد ارتفاع درجة حرارته، فده بيعتبر شيء خطير جدا على مناعته وبيضعفها أكتر وأكتر مع الوقت. فالغالبية العظمى من أدوار البرد والأمراض الحادة بتسببها الفيروسات، واللي ما بتتعالجش بالمضادات الحيوية من الأساس. النظافة العامة وغسل اليدين بالماء والصابون جيدا كفيل بتخفيف أعباء كبيرة عن كاهل جهاز المناعة، وكمان بيقلل من عملية استنزافه بشكل متكرر.